نهبوا ثروات كردستان سوريا. دونات يرتدون عباءة زاهد متصوف. لكل كبش فداء، فاسد صغير يضحى به حين تفوح رائحة الفساد النتنة. قيادي بكك وقضايا الفساد. إلى التفاصيل. منذ استلام بكك سلطة كردستان سوريا بالوكالة من النظام السوري وعبر اتفاقيات أمنية، يواصل قياديوه وأشقاء البارزين منهم نهب خيرات وثروات الشعب الكردي. يجمعون ملايين الدولارات ويرسلونها إلى قيادة بكك في جبال قنديل، ومنهم من يسرق تلك الملايين ويلوذ بالفرار. آخر قضايا الفساد التي لاحقت إدارة بكك واشترك فيها المدعو سرحد وهو أحد كوادر بكك وسلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إدارة بيادة وممثل حزب الوحدة فيها والذي يترأسه محي الدين شيخ آلي. كشف مصدر خاص لريباز نيوز فضل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية أن المدعو سرحد شقيق القيادي في بكك جميل بايق كان يشترك ويدعم سلمان بارودو، وكانت سرقاتهم في فواتير صرف المواد والأثاث وتجهيز البناء وتصليح وشراء السيارات. وخوفا من الفضيحة جعل سرحد سلمان بارودو كبش الفداء، واضطر سلمان ممثل حزب الوحدة في إدارة بيادي إلى الاستقالة. ويرى سياسيون كرد أن كردستان سوريا باتت كالبقرة الحلوب تدر ملايين الدولارات على قنديل، لا سيما أن مسؤولي بكك متحكمون بآبار النفط والضرائب وعائدات المنتوجات الزراعية في وقت يحلم فيه المواطنون الكرد في كردستان سوريا بأبسط سبل العيش.